بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب مجددا بمتربسي ومتمهني معهد المصالحة وكل متربسي ومتمهني قطاع التكوين المهني. نحن دائما نواصل دروسنا في هذه الدورة التكوينية المتعلقة بكيفية إنجاز دراسة طريق على مستوى كل من البرامج كوفاديس، أوتوبيست، بيست، وأوتوكاد. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية رسم لو أم أن تي. لو أم أن تي كما هو معلوم هو لو موديل نيميريك دو تيرا، لو موديل نيميريك دو تيرا، لأنه النموذج الرقمي للأرضية. والغرض من هذا الرسم هو إنجاز مثلثات تربط بين كل ثلاث نقاط، يعني كل مثلث سوف يربط بين ثلاث نقاط. هذه المهمة تساعدنا في حساب أو القيام بعملية الانتربولاسيون بكل سهولة. عملية إنجاز أو رسم الـ MNT تستلزم إنجاز أن كونتور لسحابة النقاط، يعني يجب إنجاز حيز معين يضم مجموعة النقاط. فإذا أردنا مثلا حصر مجموعة معينة داخل سحابة النقاط الكبرى، فما علينا إلا إشارة إليها بحيز معين. مثلا أريد دراسة هذه المنطقة فقط، يعني أريد حساب الأمنتي أو إنجاز الأمنتي الخاص للموديل نيميريك الخاص بهذه المجموعة فقط، ما علي إلا حصرها في حيزها هكذا بإنجاز بوليلاين دودي عادي، ومن ثم قفله بواسطة الأداة كلور سي أندري كلور. إذن في هذه الحالة الكونتور يضم فقط مجموعة النقاط هاته مع إهمال هاته المجموعة من النقاط. عملية إنجاز كونتور لسحابة النقاط تتم بطريقتين، طريقة يدوية وطريقة أوتوماتيكية آلية، تعتمد على الكوموند الخاصة بالبرنامج، برنامج كوفاديس. نبدأ بالطريقة العملية أو الطريقة اليدوية، وهي كذلك طريقة عملية جدا وتساعد كثيرا وسهلة، وتساعد كثيرا في ضم الحيز أو إنشاء الحيز الذي يضم مجموعة النقاط الطبوغرافية التي نريد إنجاز أمانتي لها. فما علينا إلا الذهاب إلى بولان دودي أو تروادي كما نشاء، بولان دودي أو بولان تروادي كما نشاء، ثم توضيح النقاط التي تضم أو تدخل في الحيز. فمثلا أريد إدخال كل هذه النقاط في حيز حساب الأمانتي، فما علينا إلا الذهاب إلى النقاط التي تمثل الجزء الخارجي للحيز. فمثلا أريد أنضم هذه النقطة مع هذه النقطة، ثم الذهاب مباشرة إلى هذه النقطة، ثم هذه النقطة وهذه النقطة، ثم مباشرة إلى هذه النقطة، ومن ثم إلى هذه النقطة وإلى هذه النقطة، بعدها إلى هذه النقطة، ثم هذه النقطة، ثم هذه النقطة وهذه النقطة، وأريد مباشرة أن أذهب إلى هذه النقطة مباشرة، ثم إلى هذه النقطة، ومن ثم إلى بعض النقاط التي تمثل لنا الجزء الخارجي أو آخر جزء من النقاط الطبوغرافية بهذا الشكل. ثم مثلا مباشرة إلى كلور، غلق كلور سي أندري. إذن هذا يمثل لي حيز خاص بإنشاء لأمتي الخاص بي. فكما تلاحظون أعزائي المتربسين والمتمهنين أن هذه المساحة لا تضم مجموعة نقاط. فبرنامج الكوفاديس سوف يقوم بعملية الانتربولاسيون بين هذه مجموعة النقاط وهذه مجموعة النقاط، لأنه سوف يقوم برسم مثلثات تربط بين هذه النقاط. فإذا كان هذه الأرضية طبيعيا، يعني في الحقيقة حقيقيا، يعني في التيرة تمثل
أرضية مسطحة فهذا سوف يكون صحيح. وفي الحالة العكسية، إذا كانت الأرضية التي تمثل هذه المنطقة هي أرضية غير مسطحة، أرضية جبلية، فسوف تقوم بإنشاء أخطاء أو بخلق أخطاء في حساب الكميات للردم أو كميات الحفر. في طريقة ثانية، هي طريقة أوتوماتيكية تعتمد على رسم الكونتور آليا، فما علينا إلا الذهاب إلى قائمة في بعض البرامج تجدها في كوفاريس 3D كونستركسيون، تجدها هنا واسمها روجينيراسيون دو كونتور، روجينيراسيون دو كونتور، روجينيراسيون دو كونتور. ولكن في بعض لي فيرسيون، في بعض الإصدارات لكوفاريس سوف لا تجدها هنا، فما عليك. إذن هناك طريقة ثانية جد عملية كذلك، وهي طريقة آلية نقوم برسم الكونتور حيز النقاط الطبوغرافية المراد إنجاز أمنت لها بواسطة الأداة جينيراسيون دو كونتور. إذا لم تكن لديك هذه الأيقونة، فما عليك إلا الذهاب إلى بزر الفأرة في فراغ موجود عند ليباردوتي، ثم إلى بيرسوناليزي، ومن ثم إلى البحث عليها في هذه القائمة. عندما تجدها في هذه القائمة جينيراسيون دو كونتور، فما عليك إلا نقلها بهذه الطريقة. فمثلا هذه جينيراسيون دو كونتور، في الحالة هذه جينيراسيون دو كونتور، فما عليك أن نقلها، عندما تجدها نقلها بهذه الطريقة ووضعها في أي وضعية تريدها من البار دوتي الخاص بك. إذا عند الضغط على الأيقونة جينيراسيون دو كونتور تظهر لنا جينيراسيون دو كونتور، تظهر لنا قائمة أو ويندوز نافذة جديدة نقوم من خلالها بتوضيح ما هي النقاط الطبوغرافية المعنية بالأمر. فهنا نقول سيليسيون بار بلوك، ونختار بلوك النقاط الطبوغرافية الخاص بنا، وكذلك كالك النقاط الطبوغرافية الخاص بنا. نذهب كذلك إلى ديسان دو كونتور، ونختار له مثلا لون معين، ثم هنا نختار إذا كان دو دي أو ترادي، ولهم الأمر في هذه الحالة إذا كان ترادي أو دودي. نضغط أوكي، تظهر لنا هنا سؤال لا لونغور ماكسي دان سيغمون تيوريك، يعني هنا يقول لك ما هو الطول الكلي أو الطول الأعظمي الذي يمكن إنجازه عند رسم كونتور النقاط. فهنا كما قلنا سابقا، إذا أردنا أن نضم بعض المناطق هنا التي نريد حساب الأمانتي فيها، فما علينا إلا تكبير الطول الذي يضم بين نقطتين متتاليتين. فإذا أردنا مثلا ضم هذه المنطقة هنا، فما علينا إلا أن نعطيه هذه المسافة بالتأشير النقطة الأولى ثم النقطة الثانية. هنا قمنا بضم هذه المسافة إلى أو هذه المنطقة إلى نظام حساب الأمانتي الخاص بنا. أعيد التأشير، هنا عند اختيار المسافة الأعظمية يقول غارديفو سو كونتور، يعني هل أنت موافق على إتمام هذا الكونتور، نعم أو لا. نعيد العملية من جديد، نقول لا، ذلك إعادة العملية، ونقوم بالتأشير على هذه النقطة ثم هذه النقطة، فيحاول هو رسم أن كونتور مبدئي أو أولي، لتقوم أنت بالتأشير عليه أو تقوم أنت بالمصادقة عليه. إذا لم يعجبك هذا الكونتور، نستطيع رفض الأمر هنا نو، نقول نو، ونعيد رسمه من جديد، نعيد إعطاء المسافة العظمية. مثلا نقوم بتضييق المسافة أو المنطقة التي يقوم بحساب الأمانتي فيها بهذا الشكل. فكما تلاحظون هنا، قام بتضييق المناطق التي يقوم بحساب الأمانتي فيها، فقام بتضييقها إلى أقصى حد. نقول مثلا هنا نو، لن نصدق على هذا الكونتور، ونقوم بتكبيره قليلا، مثلا نقول له أن يعطينا هذه المسافة. هذا الكونتور هو كونتور لائق أو محيز لائق لحساب الأمانتي الخاص بي. مثلا نقول بمصدقة على هذا الكونتور بضغط على وي أو
انظر، فهنا قام برنامج الكوفا ديسك بحساب ان كونتور او بالقيام برسم ان كونتور خاص بالنقاط او حيز النقاط الطبوغرافيه الخاصه بك. هذا الامر، هذه العمليه جد مهمه في عمليه حساب الامانتي الخاص بك.